السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكو جبيرة. المستوى الأول أشرطة اللغة العربية، المرحلة الأولى، من نحن؟ المجال الثاني، ماذا أفعل في مدرستي؟ الأسبوع الثالث، اليوم الأول. أنت مجد، أنت ندى، أنت للمذكر، أنت للمؤنث، أنت، 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 أنت ولد، أنت بنت، صحيح؟ وجل، ساحة، قاعة الدرس، مكتب المدير، مكتبة، مسرح، حديقة المدرسة. إذا مزيان الفوكابيلير نحفظوه. أنا أيضا أستطيع. انتهى درس الرسمي، لكن ورقة رما بقيت فارغة، فلم ترسم أي شيء. اقتربت المعلمة سبيرة منها وقالت: أرنب أبيض جميل. قالت ريما: لا، ورقتي فارغة، فأنا لا أستطيع الرسم. ابتسمت معلمتها: إذا ضعي نقطة على الورقة ولا تتركيها فارغة. أمسكت ريما قلما ووضعت نقطة واضحة واضحة، على الورقة. ها، الآن اكتبي اسمك أسفل الورقة. قالت ريما: حسن، حسنا، ربما لا أجيد أريد الرسم لكنني أستطيع كتابة اسمي. في اليوم الموالي، عندما دخلت ريما قاعة الدرس، فوجئت برؤية إطار جميل معلق فوق مكتب معلمتها. في وسط الإطار نقطة صغيرة، نقطتها هي. أستطيع أن أرسم نقطة أفضل من تلك. رسمت ريما الكثير من النقط الصغيرة بألوان متعددة، نقطة حمراء، ونقطة بنفسجية، ونقطة صفراء، ونقطة زرقاء، ونقطة خضراء. يمكنني أيضا صنع نقاط كبيرة. أخذت فرشاة ورشت الصباغة على ورقة كبيرة لصنع نقاط أكبر. عرضت المعلمة نقاط ريما في مسرح المدرسة، فأعجب الجميع بالنقاط الجميلة التي رسمتها ريما. اقترب طفل صغير من ريما قائلا: أنت رسامة رائعة، أتمنى لو أستطيع الرسم مثلك. ابتسمت ريما وأعطت الصبي ورقة فارغة وقالت: ارسم أي شيء تعرفه ثم اكتب اسمك أسفل الورقة. رسم الطفل خطوطا وكتب اسمه، ثم عاد الورقة لريما. قالت ريما: ورقة طفلي قرب. علقت ريما ورقة الطفل قرب رسوماتها وقالت: أنت أيضا رسام رائع. حرف الباء، ألف باء، الباء، وهذا حرف الباء يكون نقطة، تكون نقطة أسفل الباء. ب ب أحيط صورة كل كلمة أسمع بها الصوت حرف الباء. بومة، بو 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 بومة، مقص، لا، ب ب باب، باب، نعم، بنت، بنت، نعم، مدرسة، لا، باب، نعم، أكتب حرف الباء على لوحتي. بنت، جبل، تكتب، كتاب. باء في أول كلمة،
باء في وسط الكلمة، باء في آخر الكلمة، باء في آخر الكلمة. حط حرف الباء في الكلمة: بوم، مبرد، الباء هو الوسط، مركب، الباء في الأخير، بوق، الباء في الأول، كتاب في الأخير، طبيب في الأول في الوسط وفي الأخير. الباء مع الفتحة با، الباء مع الضمة بو، باء مع الكسرة بي، الباء مع السكون ب، الباء مع المد بالألف با، الباء مع المد بالواو بو، باء مع المد بالياء بي، الباء مع المد بالياء بي، با مع المد بالألف با، مع المد بالألف مقصورة، ألف ممدودة هنا، هذه ألف مقصورة، با تقرأ كذلك با. اقرأ دو با با بي با با بو بيب بو بي. ثم اقرأ الكلمات، اقرأ على خاطرك، ثم قراءة وكتابة. اقرأ اكتب حرف الباء هكذا أول كلمة، ثم هوكا كيجي فوق السطر، فوق السطر على السطر نيشان، ونقطة أسفل السطر، ثم الباء، الباء في آخر الكلمة، ثم الباء في آخر الكلمة، ثم أكتبها وأرفع الألواح في لوحتي هكذا. اختتام الحصة، ماذا تعلمت؟ تعلمت الأسماء، ثم تعلمت حرف الباء، واجب منزلي. إلى الحصة القادمة.